بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. نظم النادي عصر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم والذي أقيم على كأس المرحوم سيد شرف العلوي وكأس لجنة المعتمدين وكأس سافرة، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان الخليفة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتقديم كأس سافر للخير العربية إلى المضمر الفائز ألان سميث، فيما قدم مشرف السباق السيد خالد توفيق العلوي كأس المرحوم سيد شرف العلوي إلى المضمر الفائز ألان سميث، فيما قدم السيد يوسف العيسى عضو لجنة المعتمدين كأس المعتمدين إلى المضمر الفائز علي جان. وقد اشتمل السباق على 7 أشواط، الشوط الأول أقيم للجياد المبتدئات نتاج محلي.